نرجع مرة تانية لفاطمة خليل واللي هتقول لنا آخر التطورات في العالمين الجديدة. مساء الخير عليكي مرة تانية يا فاطمة، الأجواء وراكي حلوة قوي وحماسية زي ما انت كنت بتقولي من شوية، احكي لنا أكتر ايه اللي بيحصل. مساء الخير يا بسنت، مرة تانية عليكي وعلى كل متابعين برنامج العالمين. وأنا دلوقتي في المنطقة الشاطئية وفعلا في أجواء حماسية كبيرة جدا، وفي زوار وفي جماهير كبيرة جدا موجودين من زوار مهرجان العالمين في نسخته الثانية لمتابعة فعاليات مباراة منتخب مصر وفرنسا على ملعب ليون الفرنسي في أولمبياد باريس 2024. وزي ما انت كنت بتقولي في اول البرنامج واول الحلقه ان فعلا اداره المهرجان دايما حريصه على توفير كل ما هو ممكن يكون يساعد على البهجه والسرور والابداع كمان. فاداره المهرجان قررت انها توفر شاشه عرض كبيره جدا زي ما انتم شايفين في الخلفيه لمتابعه مباريات منتخب مصر في اولمبياد باريس 24 لكل زوار مهرجان العالمين علشان يتابعوا كل الفعاليات. النهارده يعني مباراه حماسيه كبيره جدا ووجود عدد كبير جدا من الزوار، وفي بهجه وفي استمتاع بالمباراه، وفي برضو يعني تركيز وحماس علشان يشوفوا طبعا المباراه هتنتهي على ايه. وبنتمنى طبعا الفوز لمنتخب مصر النهارده ضد فرنسا، وهي يعني مباراة حماسية وفي أعمار كتير قوي مختلفة النهاردة، في شباب في نساء في رجال في أطفال، وهنا المنطقة الشاطئية فيها كمان في الكيدز أريا هنا موجود عدد كبير جدا من الأطفال مستمتعين جدا بالأجواء. بالنسبة للفعاليات المتوفرة معانا في الأيام القادمة، امبارح خلينا نتكلم على امبارح كان حد النجوم والحلقة الثانية من حد النجوم وبرنامج حد النجوم بتقديم الجميلة والإعلامية والزميلة سالي عبد السلام، وكانت في ضيافتها داليا البحير النجمة كبيرة، وكانت حلقة مميزة جدا. في سباقات كتير جدا يا بسنت هتكون على مدار الأسبوع الأيام دي والأسبوع ده، زي سباق العربيات والسيارات وسباق ريد بول والبنت بول، دي هتكون موجودة على طول على مدار الأسبوع القادم والأسبوع اللي احنا فيه إن شاء الله. بالنسبة للمسرحيات، في مسرحية فيلم رومانسي اللي هتكون على مسرح نورث سكوير مول، وكمان مسرحية السندباد بطولة النجم الكبير كريم عبد العزيز والنجمة نيلي كريم، هيبدأوا أولى عروضهم يوم 8 أغسطس لحد 10 أغسطس. طبعا عرض مميز أكيد كلنا في انتظاره، وأكيد إحنا في الصيف منتظرين الحدث الأكبر والأضخم في مهرجان العالمين في دورته الثانية، وهو حفلة الهضبة عمرو دياب يوم 9 أغسطس يعني الجمعة القادمة إن شاء الله. وأكيد هتكون مليانة بالجمهور، لأن إحنا اللي بيأكد الكلام ده يا بسنت ان احنا من اول ما تم الاعلان عن تذاكر الحفلة والتاني اعلان عن تذاكر الحفلة خلاص ما فيش تذاكر خالص، والناس كلها بتسأل عن تذاكر الهضبة عمرو دياب علشان يستمتعوا بالاجواء الحماسية اللي دايما بتبقى موجودة في الحفلة. فاحنا في انتظار الحدث الاكبر والاضخم، وهو حفلة الهضبة عمرو دياب يوم 9 اغسطس ان شاء الله في طبعا على مسرح اليو ارينا، وده بالتعاون مع موسم الرياض. فاكيد في حفلات مميزه كتير وفي فعاليات كتير هذا الاسبوع، واحنا معاكم على طول لنقل هذه الفعاليات لحظه بلحظه. شكرا ليكي يا فاطمه، وانا عاجبني قوي الاجواء اللي وراكي دي، فاحنا هنسيبك تكملي الماتش معاهم وهنرجع لك في اخر الحلقه تحكي لنا اكتر، ويمكن تقول لنا كمان المباراه هتخلص على كام كام. اكيد بنتمنى كل التوفيق لمنتخبنا الوطني.